السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن يعاني من سلق البيض للطيور كل يوم؟ اليوم سأقدم لكم هذا المنتوج الإيج فود، فهو أحسن بديل للبيض المسلوق، فهو بيض جاهز لإعطائه للطيور. ويعتبر هذا البيض غذاء تكميليا غنيا بالطاقة للطيور، ويعتبر طعام البيض مصدر لا غنى عنه للبروتين، خاصة عند تربية الصغار. غالبا ما تستعيد الطيور التي أضعفتها الأمراض قوتها بمساعدة هذا البيض. فهذا البيض عبارة عن خليط يتكون من الحبوب الشوفان، الحنطة السوداء، الضاري، الذرة، القمح، البذور مثل الأرز، الكاردي، الدخن، بذور عباد الشمس، بذور الكتان، بذور الثمر الورد، بذور اليقطين، بذور القنب، وكذلك من منتجات المخابز، وأيضا بعض من الخضروات مثل رقائق البازلاء والجزر. يتكون أيضا من الفواكه مثل الأناناس، الموز، الثمر، الخروب، البابايا، الزبيب، وبعض من المكسرات مثل اللوز، بندق، مشتقات نباتية، معادن، زيوت ودهون بما في ذلك زيت القرطوم، مستخلصات بروتين نباتي، عسل، خميرة، حشرات، بيض ومنتجات البيض الطرية وقشريات، بالإضافة إلى احتوائها على عدة فيتامينات مهمة جدا للطيور مثل فيتامين A والسي والدي 3 والفيتامين E. لكن إن كانت طيورك مصابة بمرض من هذه الأمراض فلا يجب عليك أن تعطيها البيض، مثل مرض الكلى أو النقرس لا تستطيع تحمل طعام البيض جيدا لأنها تضع ضغطا على الكلى، لأن البروتينات الموجودة في هذا البيض موجودة بكميات كبيرة يتم تكسيرها بواسطة الكلى. وتجدر الإشارة إلى أن التغذية لأطعمة البيض تزيد من غريزة التكاثر، يرجى وضع ذلك في الاعتبار، وعدم إعطاء البيض لإناث الطيور التي تضطر إلى الاستلقاء أو تكوين في مزاج تكاثر قوي، على الرغم من أنك لا تريد نسلا. وأنتم أصدقائي، إن كانت لكم معلومات عن هذا المنتوج أو عن منتوج آخر فلا تنسوا كتابتها في التعليقات لكي يستفيد الجميع. وأما بالنسبة للأصدقاء الجدد فلا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس، وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب. إلى هنا أستودعكم الله، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.